السلام عليكم، أسعد الله صباحكم جميع جماهير برنامج الواقع. الله يبيض وجه أبو صالح، والله يبيض وجه القائمين على إدارة قناة الواقع، منحي 48 ساعة للخروج، ونشوفكم على خير، وإن شاء الله أننا نرجع أقوى وأقوى. عندك أبو بتر. أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير جمهور قناة الواقع، الله يسعدكم أينما كنتم. شكرا أبو صالح على الهدية 48 ساعة لي بالخروج سماه، فشكرا لأبو صالح وشكرا إدارة قناة الواقع، وأيضا التنسيق مع إدارة قناة الواقع في الإعداد، ضبطوا لنا كل شيء، هيئوا لنا الوضع بعد ما سمح لنا أبو صالح. ما نطيل عليكم، بإذن الله نعود بعد هذه الفترة ونحن بكل قوة وعزيمة وهمة، تشوفونا نتجدد بالإبداع بإذن الله. ودعناكم الله، نشوفكم على خير.